امسكي نفسك يا مدام، بصي كده. بلاش الدبس اللي بتحطه على الحجر ده، بيحرق المعس. انا يا كبير، المره الجايه اجيب لك فحم قد السمسمه. ماشي يا مسمسم، يلا. ده ايه يا راجل انت عملته ده؟ ايه يا جدع في ايه؟ ما تقول سلام عليكم الاول. ايه بقى حوار ايد السمسار ده؟ هو جالك عشان يشتري البيت وانت رفضت؟ اه يا سيكا، عندك مانع ولا ايه؟ عندي 100 مانع. انت عارف الراجل اللي وراك كان هيدفع كام؟ ما يدفع زي ما يدفع يا اخي، ما البيوت على قفه من يشيل، ولا يعني جت على حته البيت اللي وقع نصه. اديك قلتها بلسانك، وقع نصه. يعني دي الفرصة الوحيدة تطلعنا من هنا ونعيش زي البني آدمين يا أخي. وإحنا كنا عايشين زي البهايم وأنا مش واخد بالي ولا يا سيكا؟ ما تظبط يا جدع. مش دي المنطقة اللي اتربيت فيها؟ مش ده البيت اللي أبوك تعب فيه عشان يبنيه؟ يابا إحنا مش هناخد الفلوس ديت ونسكر بيها. أنا هجيب حاجة أحسن ونعيش زي ما الناس ما هي عايشة. ولا أنت عايز طول عمرك تفضل عايش هنا يا رايق؟ يا جدع أنت بتتحايل على الحنفية ساعة بحالة عشان تنزل كوباية مية، وهي نزلت كلها مجاري، في إيه؟ طب اسمع بقى يا سيكا عشان ما نزعلش مع بعض. موضوع البيع ده تشيله من دماغك خالص. يعني إيه أشيل؟ يعني مفيش بيع. انت فاكر يا راجل ان انا مش فاهم اللي في دماغك؟ بيع رايق، الرايق بيعته واخد الفلوس وكاتب. احمر افهم، البيت ده يعني اصلنا، عارف يعني ايه اصل؟ يعني جدر، والجدر لو اتقطع شويه هوا هيطيروه. جدر ايه وهوا ايه يا عم الرايق؟ البيت ده مش بتاعك انت لوحدك يابا، وبطل بقى تعمل عليا الكبير وتمشي كل حاجه على مزاجك. انا خلاص كبرت، ولو انت مش عاوز تبيع براحتك، انا هبيع نصيبي للراجل وانت تتصرف معاه. راجل مين؟ هو انت كمان عايز تجيب لنا واحد غريب يشاركنا في البيت؟ انت اتجننت يالا ولا ضارب حاجه؟ هو كده، ده نصيبي وانا حر فيه، ليك شوق في حاجه؟ ده ليه شوق في حاجه؟ ده انا فينا كده تحت البيت يا ده انت واللي جاي يشتري. طب انا هبيع يا رايق، واللي عندك اعمله. خلاص يا عم استريحت؟ نفذت اللي في دماغك؟ حرقت قلب طليقتك وابوها والواد بقى معاك. ده مش بس بقى معايا، ده ولا هيشوف شعره منه تاني بعد كده. يعني ايه؟ رامي بقى بره مصر خلاص. يا ابني ايه؟ وسفرته ازاي؟ ايه اللي سفرته ازاي؟ انت ناسي انه يبقى ابني وانا ابقى ابوه ولا ايه؟ يا ابني ايه؟ تصدق بالله انا من كتر الغل اللي جواه ناحيه طليقتك وابوها انا بقيت متصور انك ممكن تعمل اي حاجه في الولد عشان تحرق قلبهم. لا يا حبيبي، مش انا اللي اعمل الحركات دي، ده انت وبلدياتكم، عيب. سفرته عند مين؟ عند زياد. زياد الخوقة ده؟ يا ابن الايه؟ حتة فكرة ما تجيش على دماغ الابلسة. يبقى وروني بقى يعملوا ايه يا معلم. المهم انا دلوقتي هكلم الشيمي امتى؟ سيبه ساعتين ثلاثة كده لما يستوي هو والمحروسة بنته، واطمن كمان ان رامي وصل بالسلامة بره. ماشي، بس لازم ترسيني هعمل ايه؟ ايه؟ الله، ما انا دلوقتي الشيمي اول ما ينسحب من الانتخابات الواد لازم يرجع لامه سعيد. لما الشيمي يبقى ينسحب من الانتخابات يبقى احلى حلال. سعيد انا اللي متصدر في وش المدفع. طيب بص يا معلم، خلاصه الفيلم ده كله رامي يبقى ابني ورجعني، وانا سابك بتلعب مع الشيمي عشان تخلص مصلحتك من وراه. لما بقى نخلص الحاجات دي والشيمي يقول لك فين الواد، وبصدرنا انا ليه ومالكش دعوه انت. اتفقنا؟ ماشي. خد يا عم ديب، جاي لك سرة فلوس اهي. تصرف فلوس ايه؟ ده ايه الحسد ايه؟ وقد كده كمان. هيحسدوك عليا يا خي. على رايك. بس الحياه ورد اصلا. ما انت يا ابني اللي مغمى على نفسك. وانت برضه اللي ممكن تفتحها. ده كفايه ديبو. نظره بس كده في وش اللي بتحبه. ولا ضحك حلو على الصبح وتلاقيها زهزهت على طول. هي بطلت تضحك اصلا. قصدك جيجي مش كده؟ كويس. كويس انك افتكرتها. انا قلت فكرك راح لواحده تانية. انت هتلاعبني ولا ايه؟ ما هو لو في حد غيرها هقول لك على طول يعني. لا في يا ابن اخوي، وانت ما بتقولش. في غيرها. ايوه كده تعدي لي عارف يا عمي،
لما تحس انك عندك مشكله وكل يوم تكبر، كل يوم تزيد عن اليوم اللي قبله، يبقى مش في دماغك، تحس ان ده العادي، عشان كده انت بتدورش على حل اصلا، وفجاه تلاقي الحل اتحط في سكتك، تقول لنفسك يا انا كنت فين من زمان. الحل ياخدك من ايدك ويفرحك، يفرحك قوي قوي، بس في نفس الوقت يقلب عليك المواجع، يقول لك لو مشيت ورا الحل ده هيتقال عليك نادل وخسيس وفيك كل العبر. اعمل ايه يا عمي؟ امشي وراه ولا اقول لنفسي خلاص انت عايش، عيش زي ما انت بقى وخلاص؟ لا، اعمل ايه؟ تحل مشكلتك الاول يا دي. حاولت، حاولت تاني وتالت ورابع وعاشر، والراجل بقى اللي ما يستسلمش. كلام، كله كلام، ما بيجيبش اي نتيجه. كلام بشوق كده. بس افتكر يا ابني الحل اللي انت لقيته ده وفرحك قوي كده، بكره هتلاقي حل تاني يفرحك اكتر منه، وبعده هتلاقي حل تالت، ومش هتلاحق يا حبيبي. نار يا حبيبي نار، اه يا مدوّر. ياكش تولع نار جهنم، مالك قاطع الصبح؟ تشيك كده ومسحنني شعرك بتاع، حكايتك ايه؟ احلى شيشه لحبيبي. ارجو بصراحه كده، انا في واحده مزولاني جامد قوي اليومين دول. مين يا ام عاطف بتاع فرش السجاير؟ يا كبير ام عاطف، ام عاطف لا، الكلام ده كان زمان، انا دلوقتي اتغيرت وبقيت انسان تاني. مين بقى انسان تاني اللي شغلت حالك بالمنظر ده؟ بصراحه شيماء. شيء؟ شيماء. شيماء مين؟ اخت الديبو؟ قوم وقف كده. فيها كبير، انا عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ بقى الديبو يستمنك علاقته اه، وانت تبص عليها من وراها. والله العظيم يا كبير انت فاهمني غلط، مفيش حاجه من اللي انت بتفكر فيها دي خالص. يا كبير الموضوع كله ان انا معجب بيها، وبكلمك عشان تخلي ديبو يعني. اقعد. في حاجه بينك وبينها يعني؟ اتكلمت معاه في حاجه؟ لا يا كبير مفيش اي حاجه، صباح الخير صباح النور كده يعني. ولقيت الدنيا فيها ايه؟ غايبة معاك؟ هي بتعاملني كويس مش اكتر يا كبير. يا بجم، يا بجم دي في معهد يعني معلمه حيوان. يعني يعني يا كبير يعني ما انا ما انا كمان في دبلوم يعني يا كبير يعني، وانا ام يعني. امك ام يا قوم شوف شغلك كده وانا اتصرف. قوم يا كبير، ربنا ما يحرمني، ربنا ما يحرمني منك يا كبير. خاطر انا بقى اجيب لك الاصطباح. يا عم الحاج تعمل ايه يا ريس؟ انتخابات. انت ايه؟ خبات يا برنس المنطقه. خبات؟ روح خيب بعيد، ما بحبش الوشوش اللي يجيب الفقر تعلق.